أخبار اليوم. أنا عايز أقول لكم إحنا عايشين بأقلامكم، وإحنا يعني كان زمان ما فيش إلا الأخبار والأهرام والروزا اليوسف والحاجات اللي كانت حاجات صغيرة، دلوقتي بقينا مفتوحين جامد جدا. لازم نحافظ على بلدنا، بلدنا دي لازم بإيدينا وسناننا الرجالة دي تحافظ عليها يا جماعة، ده الدود منه فيه. لازم نحافظ على بلدنا، نحافظ على مصر أم الدنيا هيوت الشرق بجد بجد. الله أكبر على مصر، وإن شاء الله خشوها أمينين بلدك يا رب.